السلام عليكم. اليوم غادي نصاوبوا واحد، السلام عليكم. اليوم غادي نحاول نصاوب واحد علاق، او يعني نهضر باللغة العربية باش ندير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأحاول أن أصنع يعني مرتب أو علاق لترتيب الأغراض وراء الباب. سنحتاج مثل هذا العلاق، أحتاج إلى قضيبين من يعني خاص بالستائر، حامل الستائر، ثم سلسلة من هذا النوع أو أي نوع، المهم أن يكون من النوع يعني المتين. كل شيء سأفعله هو أني سأحدث ثقوب هنا وهنا بمسمار ومطرقة، يعني ثقب يكون من هنا حتى يصل إلى هنا من هذه الجهة، وكذلك في هذه الجهة، يعني في جميع الجهات كي أثبت فيه السلسلة هكذا، يعني في الثقب. هنا سأحرص على أن يكون يعني أفقي بهذا الشكل، الثقب مقابل للجهة الأخرى. كما ترون بهذه الطريقة أحصل على ثقبين كذلك في الجهة الأخرى، يعني في العمود الثاني. تلاحظون حصلت على هذا الشكل لكن لا بأس به. بالنسبة للسلسلة كما ترون إنها متفاوتة في الطول، لهذا سأقوم بأخذ قياس على طول هذه السلسلة القصيرة بهذا الشكل. أحصل على هنا، سأذهب إلى هنا ثم أفتح هذه السلسلة بهذا الشكل. كذلك أقفل هذا الجزء هنا هكذا، وأفتح جيدا هذا الطرف. نفس الشيء بالنسبة للأطراف الأخرى. كما ترون سأضع جزء من السلسلة بهذا الاتجاه والجزء الآخر في هذا الاتجاه، يعني بالجهة المقابلة. كذلك أفعل بالأجزاء الأخرى. بالنسبة لهذا الجزء العلوي سأحدث ثقبا هنا، ثقب بسيط بالمسمار هنا الشكل، كي أتمكن من إدخال السلسلة هنا هكذا. هذا هو الشكل الحامل كما ترون. أول شيء سأفعله هو أني سأثبت هذا الجزء العلوي خلف الباب. هذا هو الشكل الحامل بعدما انتهيت من تثبيته في الباب بهذا الشكل. بالنسبة للأخوات اللواتي يمتلكن عدد كبير من الطرح، يمكن إضافة قضبان في هذا المستوى بنفس الطريقة التي يعني شاهدتموها من قبل، يعني واحد هنا واحد هنا واحد هنا بهذا الشكل، تتمكنين من يعني ترتيب طرح أكثر. أنا وضعت فقط يعني عمودين لأني لا أمتلك الكثير من الطرح. أما بالنسبة للحقائب فسأصنع إن شاء الله حامل خاص فقط بالحقائب، يعني نزولا عند رغبة بعض الأخوات. أما بالنسبة للأخت التي طلبت مني صنع حامل للطرح وترتيبها، فأظن هذه الطريقة المثلى لترتيبها وتسهيل استخدامها. أتمنى أن تستفيدوا من هذه الفكرة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.